السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أخبار مهمة من وزارة التربية لطلاب المدارس. الخبر الأول، وزارة التربية تقول 400,000 طالب سيشاركون في امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط، والإجراءات التي تمتها تتضمن تهيئة المراكز واختيار القاعات الامتحانية للطلبة الذين سيشاركون والمقسمين بين طلبة مكملين بالدور الأول وآخرين لم يؤدوا امتحانه أصلا، وتم شمولهم بامتحان الدور الثاني بحسب ضوابط مديرية التقويم والامتحانات. توضيح لهذا الخبر الأول، تقول وزارة التربية تقول 400,000 طالب راح يشاركون في امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط. من هم ذولي الطلبة اللي يشاركون؟ فقط المكملين اللي يعني طالع بدرس أو درسين، وياهم اللي ما دخل يعني بالامتحان الوزاري وانطتهم فرصة وزارة التربية يمتحنون دور ثاني باعتبار لهم دور أول، هم يمتحنون ويا المكملين، لكن الراسب بثلاثة أو أربعة لحد الآن ما انطتهم وزارة التربية يمتحنون دور ثاني. إن شاء الله تعطيهم فرصة بأقرب وقت وإن شاء الله تفرحهم. هذا الخبر الأول. أما الخبر الثاني، وزارة التربية تقول نتائج مراحل السادس الإعدادي ما زالت حتى الآن في مرحلة التدقيق، لافتا إلى وجود تكثيف للجهود من أجل إتمام عملية التصحيح بهدف الإعلان عن نتائجها للطلبة في أقرب وقت. يعني تقول وزارة التربية أن بالنسبة لنتائج الصف السادس الإعدادي ما زالت تحت التدقيق، وإن شاء الله بس يعني راح يعني يعلنونها بأقرب وقت، وإن شاء الله ننزلها لكم على قناتي، وإن شاء الله التوفيق.